نبقى مشاهدينا مع ما يدور داخل الجيش الإسرائيلي. فقد نشر الموقع الرسمي للجيش مجموعة من الصور لثلاث سرايا من كتيبة كراكال المعروفة بالفهد، وتظهر فوهات بنادق الجنود ومدافع الدبابات تجاه الحدود مع مصر. طبعا الموقع الرسمي للجيش الإسرائيلي قال إنه في قطاع يمكن أن تتغير فيه الأمور في أي لحظة، لا يوجد شيء اسمه لست جاهزا للغاية. لذلك توجهت ثلاث سرايا كراكال والتي قامت لأول مرة بدمج سرية دبابات الكتيبة مع جنود الممشاة لتأمين تلك الحدود. الجيش الإسرائيلي أكد كذلك بأن الصمت خادع وأن التغيير فوري والنتيجة هي التي تحدد. في الواقع قد تبدو الحدود الصحراوية مع مصر هادئة، لكن هذا السلام قد يتحطم في أي لحظة، هكذا يتحدث الموقع الرسمي للجيش الإسرائيلي. وبناء على هذا الفهم جرى الأسبوع الماضي تدريبات كراكال والتي جمعت كل من قطاع المشاة والدبابات معا لأول مرة على مقربة من الحدود المصرية الإسرائيلية.